متابعينا الكرام اهلا بكم في هذه الجوله مع الصحافه الاسرائيليه ونتساءل بحسب العناوين الاسرائيليه هل تملك حماس جيشا في لبنان ماذا قال بني جانتس في حضره وزير الدفاع الامريكي حول الرسائل باتجاه ايران بالاضافه الى واقع السلطه الفلسطينيه في ظل المازق الاقتصادي وماذا قال احد وزراء الشباك الاسرائيلي عن واقع الاراضي الفلسطينيه. اذا نبدا متابعينا الكرام بالتساؤل الكبير، هل تملك حماس قوه وجيشا في لبنان؟ تناغمت العربيه قناه العربيه مع القنوات الاسرائيليه التي بدات بالحديث عن مستودعات للاسلحه في المخيمات الفلسطينيه. المصدر الرئيسي كانت قناه العربيه، الناقل الصحف الاسرائيليه التي اشارت بان حركه حماس بقياده الشيخ صالح العروري تعمل على بناء وحده مسلحه عسكريه للمشاركه في اي حرب قادمه باتجاه قطاع غزه الانباء الاسرائيليه تحدثت بان هناك مخططا تراكميه تسعى اليه حركه حماس من اجل بناء قوه عسكريه للوصول الى الاستخدام في ساحه المواجهه او في ساعه المواجهه ايضا العربيه كانت المصدر الذي حاول من خلاله ان يشبك بين اتجاهين ضروره عمل الحكومه اللبنانيه باتجاه حركه حماس وإعادة الاعتبار لترتيب وضع لبنان من غير وجود قوى فلسطينية مسلحة في المخيمات الفلسطينية. هذا الموضوع أثار القناة الثالثة عشر الإسرائيلية التي أعادت للحديث مرة أخرى عن مماثلة الواقع على ما كانت عليه من تدخل الفصائل الفلسطينية في الحرب الأهلية في لبنان. هذا يعطي اعتبارا أن هناك تحشيدا حقيقيا تقود العربيه باتجاه الفصائل الفلسطينيه في المخيمات الفلسطينيه هذا ايضا ياتي في سياق التنسيق بين محور الولايات المتحده والسعوديه بالاضافه الى الكيان للحديث ايضا عن قوه حزب الله في لبنان وكيف يتم التعامل معها من ضمن منظومه الدوله اسرائيل تتحدث بوضوح على السعودية والمحور العربي المعتدل أن يقوم بدعم الدولة بين قوسين بمعنى دعم التيارات القريبة من الحكم القريب من التعايش مع الكيان والذي وصفته القناة دعوت أحرانوت عفوا قائلة بأن عدم الاستقرار في لبنان يعني تفجر الأوضاع في وجر الكيان عند الحديث عن الاستقرار في لبنان نتساءل كما قالت القناة الثالثة عشر في نقاش مطول بالإضافة إلى يدعوت أحرانوت حول خبر سيق بأن قائد الشباك الاسرائيلي اجتمع مع الحكومه الاسرائيليه وناقشوا نقطتين رئيسيتين تحت التساؤل هل السلطه الفلسطينيه قريبه من عمليه الانهيار؟ الشباك والجيش الاسرائيلي معا والاداره المدنيه قدمت ثلاثه تقارير كان العنوان والنقاش على النحو الاتي: الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينيه لا يبشر بخير، يعني ذلك ضعف السلطه الفلسطينيه، الضعف برايي رئيس الشباك يقول بان الضعف واستمرار الضعف يعني يعني تاكل هيبه السلطه الفلسطينيه مما سيؤدي الى انهيار هذا سينعكس في وضع امني باتجاه الاحتلال الاسرائيلي كما يقول رئيس الشباك. الاوضاع مرصوده ايضا ما تحدثت به القناه السابعه الاسرائيليه على ان الاوضاع في الضفه الغربيه قبل ايام هي في مساحه من المتابعه الاسرائيليه كون الاوضاع في الضفه الغربيه ليست جيده لا من حيث الناحيه الاقتصاديه ولا غيرها هذا لم يقف عند حدود الكيان وانما تلقت ايضا الارادار الامريكيه تقارير عن السلطه الفلسطينيه وضعها الاقتصادي بعض التقارير اشارت الي ان الاوضاع الاقتصاديه وقدرة السلطة على تأمين الرواتب بات محل شك بشكل كبير، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية. ما بين الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هناك حديث عن ضرورة التدخل السريع لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. ننتقل متابعينا الكرام إلى الخبر الذي ورد على صحيفة يدعوت أحرانوت بالإضافة إلى صحيفة معاريف التي نقلت بشكل مطول حول ما نقلته إسرائيل للولايات المتحدة عن المفاعل النووي الإيراني إيران على الأقل قريبة من زيادة التخصيب، هكذا تقول معاريف. التقارير الإسرائيلية التي حُملت للولايات المتحدة تقول بأن هناك عملاً جاداً لإيران لإعادة تقوية محورها في المحيط العربي في محيط إسرائيل. بالإضافة إلى نشاط متزايد في أفريقيا لإعادة ترتيب قواعد عسكرية لاستخدامها في حال تعرضت المنشآت النووية الإيرانية للضرب من الولايات المتحدة وإسرائيل. حزمة المطالب الإسرائيلية التي انتقلت مع بني جانتس للإدارة الأمريكية تضمنت ثلاثة محاور المحور الأول إتاحة العمليات السرية باتجاه المفاعلات النووية الإيرانية الجانب الآخر عدم رفع العقوبات عن إيران البعد الثالث هو تنسيق الجهود لاعاده ترتيب شكل من الاتفاقيه تمنع ايران من تزويدها او تمنع ايران من حيويه اليد واطلاقها في مساله تطوير البرنامج النووي التقديرات الاسرائيليه تقول على الرغم من ان هناك اتفاقيه منذ عام 2003 الا ان ايران ما زالت تطور برنامجها النووي هناك اجمات اسرائيليه تمت على المفاعلات النوويه لكن تقول الولايات المتحده بان ايران ستعيد الاعتبار لزياده تخصيب الايرانيوم في حال ظل هناك محاولات اسرائيليه للمس بالبرنامج النووي الايراني، تحت تساؤل كم تكلف حراسات عائله نتنياهو في اليوم والليله 300 الف شيكل، الان في الحكومه الاسرائيليه يقولون رفع الكرت الاحمر سته اشهر انتهت من الصلاحيه الواجبه للمضيف في الحراسات لاسره نتنياهو الحراسات ستسحب السيارات المصفحه ستسحب والموازنه ستتوقف نتنياهو من خلال أسرة تواصلوا مع لبيد طلبوا تمديد عمليه الرقابة وأيضا إبقاء الامتيازات الأمنية لعائلة نتنياه نتنياهو نتنياهو أعلن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أسرتي تحت التهديد لدي خصوم ولدي أعداء في الخارج كانت فاتورة الحساب كبيرة أبكوا الحصارة الأب الحراسات اليوم معادلة الدولة في مواجهة الرؤساء السابقين تعود لتقول لنتنياهو بأن زمن الملوكية قد انتهى وهكذا يجري مع رؤساء اسرائيل. متابعينا الكرام عند فيلم الاميره والمتابعه الاسرائيليه نختم في هذه الجوله لهذا اليوم. قرأت على الاقل وسائل الاعلام الاسرائيليه ما فيها القناه العاشره ما جرى خلال الايام الماضيه من ضجه حول فيلم الاميره وكيف تفاعل الاعلام الاسرائيلي تقول القناه العاشره بان الهجمه التي تعرض لها فيلم الاميره اجبرت النظام السياسي في داخل الاردن وقف تقديم الفيلم لاوسكار هذا يعني بان الجهود الكبيره والكراهيه المتزايده داخل الاردن حجم الغضب الاردني الكبير الشعبي اضطر اركان الحكم في الاردن لوقف عرض الفيلم وايضا هناك مطالبات لمحاسبه الذين يقفون ثلاثيه الدعم لهذا الفيلم كما تقول القناه بالاضافه الى القنوات الاسرائيليه المختلفه ما بين الاردن كتمثيل وفلسطين بعض الممثلين ايضا بالاضافه الى مصر وايضا الى الامارات الذي حضر على ما يبدو ما لها في هذا الفيلم هناك سخط كبير وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا بصوت واحد لن يعرض فيلم الاميره انا تبعت هذا الفيلم وجدته مهينا مسيئا الى اللقاء